الآن مشاهدينا صباح الخير واهلا بكم واهلا بكل اللي بيشوفونا في كل مكان وحلقه جديده من برنامجكم صباح مي. النهارده حلقه الخميس 10/12/2020 وان شاء الله النهارده يكون يوم جميل ويوم كله تفاؤل ان شاء الله. مشاهدينا زي ما حضراتكم عارفين احنا بنكون معاكم لمده ساعتين على الهواء مباشره. دايما في حلقاتنا بنحاول نغطي كل ما يدور من احداث حوالينا. بيبقى معانا اخبار كتير قوي، بيبقى في اخبار للشان الداخلي وايضا اخبار للشان الخارجي علشان نعرف العالم حوالينا عامل ازاي. مشاهدينا كمان حضراتكم عارفين ان احنا دايما بيكون معانا فقره للصحافه بنناقش فيها المنشطات اليوميه، وبيسعدنا وبيشرفنا في استوديو صباح ميل لتحليل الخبر معانا النهارده وجود الاستاذ ايمن عدلي رئيس لجنه التدريب والتثقيف بنقابه الاعلاميين. مشاهدينا النهارده كمان في الفقره الاخيره هيكون معانا موضوع مهم جدا والحقيقه بيهم قطاع كبير جدا من المواطنين اللي هم طبعا أصحاب الأعمال وأصحاب الشركات وأصحاب المهن الحرة. النهاردة هنتكلم عن وزارة المالية طبعا بتطبق قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. هنعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، وطبعا حضراتكم عارفين أن دايما الإقرار الضريبي ده بيبقى شاغل بال ناس كتير جدا. دايما بيبقى موضوع الضريبة أو الضرائب عامة بتبقى محط اهتمام لمواطنين كتير. بيسعدنا وهيشرفنا في استوديو صباح مي للكلام عن هذا الموضوع باستفاضة هيكون معانا المحاسب مينا جمال صدراك، المحاسب القانوني وخبير الضرائب وعضو جمعية الضرائب المصرية. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نبدأ أولى فقرات برنامجكم صباح مي، خليكم معنا.